أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: بالنسبة لتربية الأولاد، ما الطريقة الناجحة في ذلك؟ وإذا كان الأب يتساهل في ترك أولاده المراهقين لصلاة الفجر وباقي الصلوات، ويقول يكبرون ويهتدون إن شاء الله إلى الطريق الصحيح، ما واجبنا نحوهم وما واجب الأب نحو أولاده؟ الواجب على الوالدين الأب والأم أن يتعاون على تربية الأولاد على البر والتقوى والأمر بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، فإذا قاربوا البلوغ فإنه يتأكد هذا الأمر، ولا يقتصر على الأمر بل يضرب من يتثاقل منهم عن الصلاة، عن صلاة الفجر وعن الصلوات عموما. يضرب، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. اضربوهم عليها يعني على تركها، تساهل فيها تأديبا لهم. فواجب على الوالدين أن يربي أولادهما على البر والتقوى والطاعة، وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها، وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهم أمانة في عنق الوالدين، لا سيما البنات، تربية البنات في حق الأم، فإن الأم أدرى بخصائص البنات ولباسهن، هي مسؤولة عنهن أكثر، والوالد كذلك عن الأولاد الذكور وعن البنات، فيتعاون الاثنان على التربية على البر والتقوى وعلى الدين. ولهذا يقول جل وعلا للولد، يوصي الولد أن يحسن إليهما عند الكبر، ويقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، دل على أنهما يربيانه ولا يهملانه. وقول هذا الوالد إنهم إذا كبروا يعرفون الشيء بالتربية والصلاح له أسباب، وهذا الكلام إهمال لمسؤوليته عنهم، وهو مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. نعم.